مرحبا الشباب، يعطيكم العافية. اليوم بدنا نحكي عن طريقة تركيب الباد. كلكم بتعرفوا انه نحن فينا نستعمل 4 بادات، ونحن ميوزك جير كميوزك جير عاملين بادات، بس ممكن واحد عنده فكرة ممكن حابب يعملها. طريقة كتير سهلة، منفوت ريكورد، من بعدها منفوت عنا اديت باد. اذا نحن عنا باد قديم بدنا نعدل عليه فينا نعمل له اديت، وإذا بدنا نعمل نيو وان بنكبس على نيو بيفتح لنا. عنا هون السي في وان، أكيد بدنا نعمل نكون قايلين نحن سي في وان لأنه هي فاريشن وحدة. بيرجع عنا ريزوليوشن، يعني بنحكي الكوانتايز، أكيد بنبلش دوبل كروش أما تريبل كروش إذا رشة. الباد سينك نحن شو بدنا إياه؟ بدنا إياه يكون فلت، يعني هو هل يا ترى هو مثلا ما بعرف زلغوطة أما هايصة، بدنا نستعملها كبسة وحدة وتوقف، هي منا ريتميك يعني منا إيقاع. بنخليها اوف، يعني باد سينك يعني بيعمل سينك مع الايقاع. اذا بدنا اياها مع البيت بنحطها بيت، اوكي، وبيكمل معي. يعني وقت نمشي نحن باد اذا مشينا ايقاع لحاله بيعمل سينك بيناتهم، اما بالعكس اذا مشينا باد ومشينا ايقاع بيعملوا سينك مع بعضهم. بيرجع عنا ريكورد لانس، قد ايه بدنا كم مزيور، اعتبرنا مزيور وحده تنسجل. السرعه البار كم، 3 على 4، 2 على 4، 6، اللي بدكم اياه بتنقوه، نعتبر 4 على 4. نرجع عنا هون الباد تراك، بننقي شو بدنا. نحن هون حاطين درامز، طرف طرف بدنا نسجل درامز. كل اللي علينا نعمله ما ننسى المترونوم موجودة على الشيفت والايت، يعني بنعمل شيفت بيرجع ايت، بيمشي المترونوم بس ما مشي الايقاع، بس فرجينا انه هو مش المترونوم. نكبس ستارت ونبلش. ونزيد عليه اكيد. نفترض هذا الباد بدنا اياه نحن نستعمله مع الايقاع اذا كان للضغط، اما كان فينا حتى نستعمله جيتار، فيرتشوال جيتار، فينا نستعمله ضروري كل شيء بيركشن، فينا نستعمله جيتار، بيانو، كمانجا، اللي بدنا اياه. خلصنا منه بنرجع بنفوت من نخلص. نحن كل علينا اذا هول اكيد بتعرفيهم تركيب ان عن الديليت اذا بدنا نمحي قطعه، اما فينا نعمل اندو تنرجع اخر وحده عملناها، بس انا ركبتها فرد مزيور كلها سوا. بنرجع بنفوت منيو، بنروح على الباد كنترول، باد تراك كنترول، بين عنا هون اذا وان شوت، يعني هي بتعمل سينك مع الايقاع بس وان شوت وتوقف، ممكن نستعملها باغاني لكورال او شيء، اما بدنا اياها لوب يعني تضلها تمشي مع الايقاع مثل ما نحن بنعملها. هون التايب بيكون اذا درامز اما بيز اما جيتار اما اكومبانيمون عادي، اوكي، من وين لوين بدنا عنا الرينج، التريجر، تنشن، كله موجود. يعني كله موجود مثل تركيب الايقاع بس عم مصغر بس لتراك واحد يعني. واكيد عندنا الاكسبريشن فينا نعليه هون على الاخر، اكسبريشن راكس نويز هو للجيتار، حركات الجيتار اذا بدنا نعلي الفوليوم او نوطيها، اذا بدنا نقرب للريل للجيتار، اوكي، وهذا الفوليوم، فوليوم الاساسي تبع الباد. من بعد ما نخلص كل هول بنرجع بنروح نرجع بنعمل لها سيف، خلصنا منها اكدنا. رايت باد هو رح يخدنا على اليوزر، اوكي، بيخدنا على اليوزر هلا لانه انا فاتح بروتكشن فيني سيف محل تبع الشركه، بس هو في محل لليوزر، اوكي، في محل للكاستمر لكم، يعني كله فاضي. طرف طلبنا سيف على اليوزر 2 اول وحده، ونسميه نحن اللي بدنا اياه درامز. اوكي تسيفت، نطلع منها. هلا نحن صرنا اذا مشين بالايقاع نجي لهون على الباد، بيطلع لنا 4 بادات، بننقي باد منهم، بنروح على اليوزر، على تاني يوزر نحن سميناها درامز، بنكبس عليها بنجربها 100%، وبنمشي الايقاع رح نشوف انه اذا مشينا هون ومشيت هون انا رح يعملوا سيك مع بعضهم لو عكستهم.
اعمل ستوب ارجع مشي ساعة اللي بدي اي ساعة. في حال بدي اعدل على الاكيو تبعوله اما الفوليوم كل اعلان نعمله نروح منيو نرجع باد سويتشز هون اول وحدة حي درامز في عنا فوليوم لإلها فينا نعليها فينا نوطيها بانينج عنا الماستر 1 و 2 هن الايفكت فينا نقوي ريفيرب يعني حسب شو مستعملين افيات واكيد عنا اكيو كمان للباد لحاله اللي هو الهاي وعنا ميد وعنا بيز. في حال بدي اقوي بيز انا هيك مع شوية هاي بصفي يبين فينا نجرب نحن وعم نشتغل فينا نجرب يعني اكيد بيمشي مع السرعة بيبطئ وبيمشي مع السرعة. اوكي هيدا بالنسبة للباد ونحن عجبنا هيدا على الايقاع فينا دغري تلقائيا اذا يمين اللوك القفل عن البادات فينا نسيفه على هيدا الايقاع دغري نكبس رايت كورنت ستايل سيتينجز ونسيفه بيطلع الايقاع مسيف مع الباد اللي نحن مستعملينه لكل ايقاع. مرسي لكم وان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا. ما تنسى تشتركوا بقناة ميوزيك جير كورج ميوزيك جير لبنان باليوتيوب. مرسي لكم.